الحرافيش أو المهمشين هي طبقة تشكل نسبة لا بأس بها من مكونات المجتمع اليمني في مختلف المحافظات، وتعود أصولها إلى محافظتي حجة والحديدة. ويعتقد باحثون وجود قاسم مشترك بين هذه الفئة والغجر المنتشرين حول العالم، وتعد طبيعة حياة المهمشين مثيرة للاهتمام إلى حد ما، كونها لا تختلف كثيرا عن حياة الغجريين من حيث السكن والعمل باستثناء طقوس الزواج. ويقول باحثون آخرين إن حياة المهمشين في اليمن مشابهة لحياة الغجر من حيث البساطة وافتراش الأرض للسكن والعيش في خيام وغرف شعبية صغيرة أشبه بالأكواخ، حتى وإن توفرت لديهم قيمة شراء المنازل. هذا لا تقدر تشوفها، ما أنا شرت عندي جابع في الأسبوع 3 مرات بوزه ماي، شيء يسجل لنا الجمعيه، يسجل لنا من يوم سكننا هنا 23 سنه هنا ساكن، ويسجل لنا ما يعطونا ولا حاجه واحده. انا بنفسي اللي قدامك العاقل الحاله لي 37 جاهل، كل الحراري تبع عيالي 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 من 150 نفر، انا عيالي خاصه 37 عيالي. حياه المهمشين في اليمن قائمه على التسول لكسب المال، لا سيما من قبل نسائهم وصغارهم، فيما يعمل رجالهم في مهن مختلفة كخياطة الأحذية والأعمال الشاقة في بعض الأحيان، إلى جانب جمع المواد البلاستيكية والخطوة. كيف تعاون الحكومة معكم؟ ما فيش ما فيش ما فيش زفت ولا نقيم عندهم. هل يضايقوكم في السكن؟ أيوة يضايقوكم، أيوة يتحدد لنا وبرسا حتى بالتحديد يحدد لنا. ما نسكت لك قيمة عندهم ولا نسكت عندهم، تكلمت ورد الحكومة الشكي يقول لك روح بلدك ما عطاش فيها. طيب كان هذا مش بلدك. طيب الاصل من وين جيتوا انتم؟ من ايش، من منطقه؟ انا من حجه. من حجه؟ انا من نفس حجه. من نفس حجه؟ ايوه. وهل رجعتوا في الحديده مثلا؟ لا ما رجعتش الحديده، من يوم الازمه حق الخليج انا ساكن هنا في الارضيه هذه. في هذه الارضيه؟ في هذه الارضيه. الارضيه هذه تابعه لمن؟ تابعه للحكومه. الحكومه. هل في بلاط اعتدوا عليكم؟ ايوه. في كثير؟ ايوه. ايش سويتوا؟ وش سوينا؟ قاموا لا جابوا سلاح لا جابوا مسموم، خلقنا عيالنا قدامهم. وانتهت الاشكاليه. وانتهت الشغل. الغموض سيطر على طريقة دفن المهمشين للموتى وقتا طويلا، ولم تتوفر فيه إجابات مقنعة ما إذا كان يتم دفنهم بشكل طبيعي في المقابر، أم يتم حرقهم أم أكلهم أم دفنهم في مكان آخر. لكن عاقل الحارة أكد أنهم يدفنون موتاهم في المقابر بعد استقطاع تصريح بالدفن من المستشفى. بالنسبة لدفن الموتى البعض يتساءل يقول نوديها في المستشفى، هذا المستشفى عندنا قريب، ونمشي لنا من المستشفى ويعطوا لنا اوراق وديك اسامينا كلها في البوابه حق الاهل. انتهى جلطه وانتهى الضغط وانتهى السكر، تعبان حالتنا الى انبهاء الله. كم ما شاء الله اولادك؟ اولادي 37. 37 ما شاء الله. واولاد كل كم المجموع هنا كلهم يعني؟ المجموع 105. اسرتك هذه؟ اسرتي. لوحدك ما شاء الله؟ هذا لوحدي انا وعيالي وعيالي يعني. كم متزوج نساء؟ انا 3. زوجي 3 ما شاء الله. واولادك كم معك اولاد؟ ولا معي 20 رجال والبنات 17. من ال من الاربع من الثلاث الاربع الاربع اربع ولا واحده ماتت؟ اربع واحده ماتت. يا ما تساو ماتت. في الدول الاخرى يعني بما يتعلق بالغجر يعني بالتركمان والنور يزوجوا بس يعني من نفس ال... لا لا احنا اي من القبيله او من برا القبيله. كيف بالنسبه للزواجات طقوس الزواج يعني؟ نزوج من جاء عندك زوجه من داخل من داخل ولا من برا؟ ما في اشكاليه. ما في اشكاليه. ايوه نزوج عم يجي البنت تبغى رابع. مجموع الاسره اكثر من 135 بين ذكر وانثى من زوجاته الأربع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا في هذه الحارة وهذه المنطقة مع هذه الفئة الغلبانة التي تكابد نكد الحياة من أجل أن تعيش حياة تليق بهم. عبد الله محسن الشاذلي، المكلا.